شامخا وحب الحسين دما شامخا ويعلو على السيف بنيانه وحب الحسين دما شامخا أعضايا مرزية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على خولي في الآية. كاتب أمريكي اسمه تاد هنري، هذا رجل كاتب ومستشار قانوني وإداري في الشركات العاملة الإدارية والشركات المالية، بالإضافة إلى أنه عنده برامج تلفزيونية وإذاعية. هذا الرجل له مؤلفات، منها كتاب مت فارغة، مت فارغة أو داي امبتي موش بالإنجليزي. ما معنى مت فارغة؟ طبعا هو من أين استوحى هذا المعنى ليؤلف من أجل هذا الكتاب؟ دعت مجموعة من الشركات من رؤوس أصحاب الأموال والإدارية إلى عقد مؤتمر لمناقشة الأوضاع الإدارية والمالية لهذه الشركات، وباعتبار أن هذا الرجل مستشار قانوني وإداري فدعي من ضمن من دعي لحضور المؤتمر. توجه أحد مدراء شركة كبرى بالسؤال إلى الحاضرين باعتبارهم رجال أعمال وإدارة، ما هي أغنى بقعة في الأرض؟ طبعا نحن عندما نسمع بهذا السؤال يتبادر إلى ذهننا الذي تبادر إلى أذهان الحاضرين في المؤتمر، لعل كل واحد من عندنا الآن يقول أغنى بقعة في الأرض وين؟ مصيبتنا الكبرى يعني دولنا مو هيك، مثلا الخليج أو أفريقيا المسكينة المظلومة أيضا باعتبارها من أكبر مناجم الذهب والألماس وبعض المناطق الأخرى التي تتمتع بثروات وخيرات
أفاض الله سبحانه وتعالى بها على تلك الأمم والشعوب. لكن كان الجواب من قبل هذا السائل مدير هذه الشركة الكبيرة صادما للجميع عندما رد أجوبتهم وقال: أغنى بقعة في الأرض هي المقبرة. طبعا جواب صادم، ولعله احنا ايضا راح نقول يعني ما معنى أغنى بقعة في الأرض هي المقبرة؟ قالوا له: شنو هذا يعني، ما معنى هذا؟ قال: المقبرة تضم، يعني طبعا ما يقصد المقبرة مجموعة من القبور في مكان، وإنما يقصد عموما المقبرة في العالم، تضم ملايين من العقول التي دفنت مع أصحابها ولم تخرج مكنوناتها ولم تقدم للبشرية عطاء. عنده آراء وعنده أفكار وعنده طروحات وعنده إضاءات، لكن يحتفظ بها لنفسه فلا يعطيها لغيره، ويموت وتموت معه كل آرائه وكل أفكاره وكل تصوراته وكل عطاءات. هذا المعنى أثار في نفس صاحبنا تود هنري فكرة تأليف هذا الكتاب متفارغا. شنو يعني متفارغا؟ يعني واحد يموت فارغ من لا هموم، يتونس بالدنيا بحيث لا يبقى هم عنده ولا حزن ولا، أم ينفق كل ما عنده في على ملذاته وأهوائه بحيث لا يبقي معه مال، أو ماذا يفعل يعني؟ مو هذا المعنى. الآية طبعا قبل أن ندخل بالآية، أيضا هو نفس الكاتب يذكر هذه القصة. امرأة اسمها كاندي شانج، أيضا أمريكية تسكن في إحدى ولايات جنوب أمريكا، هذه توفي لها شخص عزيز، قريب عزيز على قلبها، فأثر فقده فيها كثيرا. صلوا على محمد وآل محمد. أثر فيها كثيرا، وبدأت تنقدح في ذهنها بعض الأسئلة عن الحياة وعن الموت، وبالتالي أرادت أن تقدم شيئا للحياة. يعني هذا الإنسان عزيزها مات دون أن يترك شيء أو أثر يذكر به، ماذا تفعل؟ اجتها فكرة، هنالك بيت مهجور في منطقتها، اتصلت بالبلدية. هذه هي مهندسة معمارية ومصممة وفنانة ومعروفة في المنطقة يعني في الولاية، اتصلت بالبلدية وطلبت منهم الإذن أن تتصرف بالبيت بشكل معين، فأعطوها إذن. فجاءت بمجموعة من الأصباغ والطباشير، وهذه واجهة البيت الواسعة، إيش قد تكون مثلاً 10 أمتار طول 3 أمتار ارتفاع، مساحة كبيرة لونتها بلون السبورة، ثم وضعت الطباشير في مكان خاص، ثم ملأت الحائط بسؤال بهذه العبارة: قبل أن أموت أريد أن نقاط، قبل أن أموت أريد، عبارة واحدة كتبت ثانية ثالثة إلى أن ملأت الحائط بالإضافة إلى المكانات الفارغة لكي يملي الناس آراءهم عن هذه المسألة، وانتظرت هل سيتجاهل المجتمع هذه المسألة أم سيتفاعلون معها. وفعلا بدأت تتقدم من بعض الناس للإجابة أو لوضع كلمات ملائمة مع هذه العبارة: أريد أن، قبل أن أموت أريد أن. طبعا كل يعبر عما في داخله، بعض قد يعبر عما في داخله بما ينفع مجتمع أو أمة، وبعض قد يعبر عن حالته الشخصية. كتب بعضهم، طبعا أنا راح أقول لك ما كتبوا، مو أنا راح أقولهم، كتب بعضهم: قبل أن أموت أريد أن أؤلف كتابا. هسه هم قضية شخصية هم بها منفعة كتاب. كتب آخر: قبل أن أموت أريد أن أفهم الحياة. شنو هاي الحياة؟ ما فهمان، لماذا نأتي ولماذا نموت؟ ما يدري. كتب آخر: قبل أن أموت أريد أن أكون فارس أحلام شخص ما. ماكو فارس الأحلام يأتي على فرس بيضاء، وهذه هذا الرجل هكذا يفكر.
كتب آخر: قبل أن أموت أريد أن أخبر أمي أني أحبك. يقول قبل لا أموت أريد أخبر والدتي بمقدار ما أكن لها من محبة. وهكذا توالت الإجابات على هذا حتى امتلأ الحائط، فطلب الناس منها أن تصنع لهم جدارية أخرى مماثلة، وفعلا صنعوا جدارية ثانية بالمدينة وملئت هذه الثانية والثالثة، ثم انتشرت هذه إلى المدن المجاورة حتى انتشرت إلى دول العالم، وأصبحت أكثر من 100 مدينة تضم مثل هذه الجدارية التي تبدأ بقبل أن أموت أريد أن. طبعا هذا معناها شنو؟ أن يموت، خلينا نقول قبل أن أموت أريد أن أموت فارغا. احنا ذكرنا الكتاب شو اسمه كان؟ موت فارغا. يعني شنو؟ يعني استنفذ كل ما في وسعك من طاقة وأظهرها للناس وانفع بها المجتمع والناس ولا تموت وأنت تخزن شيئا منها. الآية التي قرأناها أيضا مثال واضح لهذا المعنى. شو يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني شنو معنى وجاهدوا في الله حق جهاده؟ طبعا احنا أساسا دائما تعودنا أو عودتنا التفاسير وعودتنا الخطباء وهذه على اختزال معاني القرآن الكريم وتضييق دائرتها. فعندما نتحدث عن الجهاد وجاهدوا في الله يتبادر إلى ذهننا أن نحمل سيفا وندخل معركة ونواجه الأعداء فنقتلهم أو مو هذا المعنى؟ جاهدوا مو؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. اختزلنا معنى الجهاد فقط في مصداق واحد من مصاديق الجهاد. الجهاد دائرة واسعة تشمل كل جوانب الحياة. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله من خرج طالبا للقمة عياله خرج شنو؟ مجاهدا في سبيل الله، مو صحيح؟ عدنا من الجهاد الأكبر إلى الأصغر إلى الجهاد. إذا ما هو الجهاد؟ الجهاد دائرة واسعة كما قلنا تشمل كل نواحي الحياة، ولكن الذي يتبادر إلى الأذهان كما في الصلاة، أنا الآن أقول أريد أن أصلي، يتبادر إلى ذهن السامع أن أقف بين يدي الله فأتي بالصلاة التي فرضت علي، مو هيك من تكبيرة إحرام وركوع وسجود. لكن المعنى الأساسي أو اللغوي للصلاة شنو؟ نعم أحسنتم. إذن هنالك اختزال لكثير من المعاني يضيع المعنى الحقيقي والمعنى السامي والعظيم الذي يريد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية باختزال معناها إلى معنى ضيق. يعني حتى الاجتهاد عندما نقول مثلا مجتهد أو اجتهاد يتبادر إلى أذهاننا عملية استنباط الأحكام، والمجتهد هو الرجل الذي يباشر ويمارس عملية استنباط، هذا اختزال للمعنى. احنا ما نقول هذا طالب شنو؟ مجتهد، مو صحيح؟ فلان عامل مجتهد، فلان حاكم. يعني ثم الاجتهاد ما معنى؟ هو كما قلنا أن يبذل المجتهد كل طاقته وكل وسعه أو فيما وسعه في الأمر الذي يعمل ويشتغل عليه حتى يصل إلى النتيجة. نعم أصبح هنالك معنى اصطلاحي خلينا نسميه، مو المعنى اللغوي. أكو عندنا معنى لغوي وأكو عندنا معنى. المعنى اللغوي للصلاة هو شنو؟ الدعاء. المعنى الاصطلاحي شنو هو؟ هذه الصلاة التي نصليها. المعنى اللغوي للجهاد هو شنو كما قلنا؟ بذل الوسع وتكريس الطاقة. لكن المعنى الاصطلاحي شنو؟ أصبح هذا المعنى أنه الجهاد هو حمل السيف والقتال في سبيل الله، خوض المعركة وأن تنتهي المعركة. الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني أيها المؤمنون ابذلوا كل ما في وسعكم من أجل تحقيق أهدافكم.
لا تظل وانت وانا دائما مثلا. طبعا خلينا هسه ايضا ننتقل لايه اخرى بنفس المعنى. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها. طبعا نحن بناء على ما ورثناه من تفسير وبناء على ما يتبادر الى اذهاننا نستعمل هذه الآية لتبرير ضعفنا وتبرير تكاسلنا. لا يكلف الله نفسا، ما سوي شيء، ليش؟ ليش؟ لا يكلف الله نفسا، يعني جعلت هذه الآية غيرت من المعنى السامي الذي يريده الله وراح أبينه إلى معنى يتعارض ويتناقض تماما مع المعنى الحقيقي الذي يريده الله، مو صحيح؟ يعني بدل ما تكون هذه الآية دافع للعمل الدؤوب وللسعي العالي ولبذل الوسع ولبذل الجهد في تحصيل الهدف وتحقيق النتائج، شنو اسوي انا؟ لا والله لا يكلف الله نفسا. وهكذا تجد ان الامم التي تقدمت ما تقدمت بجهود هؤلاء الذين يقولون لا يكلف الله، وإنما بجهود الذين يقولون وجاهدوا في الله حق جهاده. شوف الآية شو تقول بعدها، طبعا المعنى شو تقول الآية، خلينا نكمل ذي شيء حتى نرجع الأولية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسألكم، الصلاة تكليف أو ليس تكليف؟ خو من قصر في صلاته يحاسب لو ما يحاسب؟ أحسنتم. الصوم تكليف لو مو تكليف؟ من قصر في صومه. وهكذا قس على سائر الأحكام والعبادات والتكاليف الشرعية، كل تكليف إذا قصرنا به نحن محاسبون. زين الله من يقول لا يكلف الله نفسا إلا، إذن إذا قصرت بوسعي مكلف محاسب لهم محاسب، مو صحيح؟ إذن لنستخدم الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لتبريري انكسارنا وضعفنا وعدم نيتنا وعزيمتنا على الوصول إلى الهدف، كما يقولون أنه المنصور قال لأحدهم، قال أو أحدهم إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة فإن فساد الرأي أن تتعجل. قال المنصور إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. شوف، ولذلك العظماء كيف يصنعون التاريخ. هسه بغض النظر عن كون المنصور، ما أريد أن نناقش سلوكه، لكن هذا المعنى لا يحققه إلا العظماء. بما وصل العظماء بهذا المعنى؟ نرجع إلى آيتنا الأولى، وجاهدوا في الله حق جهاده. شنو بعد؟ هو اشتباكم، لمن اشتبانا؟ لمهمة عظيمة، للجهاد فيه حق جهاده. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. بعدين شو يقول؟ ملة أبيكم إبراهيم. ما هي أعظم صفات إبراهيم عليه السلام؟ إن إبراهيم كان شنو؟ أمة، مو قانتا لله، مو صحيح؟ شنو معنى إن إبراهيم كان أمة؟ يعني الجهد الذي يبذله إبراهيم والوسع الذي كان يدور فيه إبراهيم والعطاء الذي كان يعطيه إبراهيم والبذل الذي كان يبذله إبراهيم يعادل عطاء أمة بأكملها وبذل أمة بأكملها وجهد أمة، مو هيجي؟ صح لو لا؟ وإذا قلنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وآله، إن كان هو أفضل ولا شك أنه هو الأفضل وهذه عقيدتنا، فإن كان نبي الله إبراهيم أمة فمحمد صلى الله عليه وآله هو البشرية كلها، اللهم صل على محمد وآله. الجهود التي بذلها تعادل جهود البشرية كلها، ولذلك اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خاتما للأنبياء، لأن هذه البشرية كلها تعتمد على من؟ على جهود، جهود النبي صلى الله عليه وآله. والإمام الحسين عليه السلام
الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، فإن كان إبراهيم أمة فالحسين هو الإنسانية كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهود التي بذلها. لماذا الله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان أمة. يقول في آية أخرى: لقد كان لكم أسوة في من؟ في إبراهيم والذين اتبعوه. وفي آية أخرى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. مو صحيح؟ فإذا كان إبراهيم أمة، وهو الله يقول لقد كان لكم في إبراهيم أسوة والذين اتبعوه، إذا كان هو، إذن علينا أن نتحلى بهذه الصفة وأن نتحرك في الإنسانية عموما بكل ما نملك من طاقة. الله سبحانه وتعالى حتى: وسارعوا، مو صحيح؟ إلى مغفرة. مسارعة، المسارعة تقتضي بذل جهود لو لا. الذي يركض يعاني من التعب كما يعاني الذي يمشي، والذي يمشي يعاني من التعب كما يعاني الواقف؟ لا، يختلف. كل يبذل جهدا أعلى. الماشي ما يبذل جهد، الماشي يبذل جهدا أقل. الذي يركض، أما السعي وهو أعلى حالات يكون سريعا، ففيه بذل جهد. ولذلك يقول وسارعوا، أو المسارعة، فاسعوا. مشيكو الله سبحانه وتعالى تارة يقول فاسعوا، تارة يقول سارعوا. المسارعة تقتضي بذل الإنسان كل ما عنده من طاقة وجهد، وإلا ما يستطيع أن يحقق هدفه ويصل إلى النتيجة. إذن علينا أن نموت فارغين. إحنا نرجع إلى الكتاب مرة ثانية. علينا، على كل واحد منا، الإسلام يريد منا أن نكون فارغين، يعني أن أصحاب عطاء، أصحاب بذل، أصحاب تضحية، أصحاب فداء، أصحاب إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. لا يريد من الإسلام أن نكون متقاعسين، أن نكون نتحين الفرص من أجل أن لا نعمل. وقلت لك يعني إنما تقدمت الدول المتقدمة لأن كثير من أبنائها طبقوا هذه القاعدة: مت فارغا، أعطى للإنسانية كل ما عنده من جهد. مو صحيح؟ يعني اليابان مثلا، كمثل، لو أن أبنائهم ما عملوا بوسع طاقتهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لماذا نحن أمة متخلفة؟ لأننا لا نبذل كل ما في وسعنا كما يريد الله سبحانه وتعالى، بل يتكل بعضنا على بعض في أداء المسؤوليات. حتى إذا اشتغلنا، إذا شوف واحد ثاني يشتغل يتراخى شوية. يعني طبعا أنا لا أريد أن أسيء إلى الجميع، لكن هذه ظاهرة منتشرة وحقيقة يعني يؤسى لها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده. النتيجة ما هي؟ وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا، يعني الرسول يشهد أمام الله وأمام الأمم يوم القيامة: يا رب، وأيتها الأمم، هذه أمتي، أنا أشهد لها بأنها قد جاهدت في الله حق جهاده، وأنها بذلت كل ما في وسعها، وبذلت كل طاقتها من أجل أن تصل إلى أهدافها. بعد: ولتكونوا شهداء على اليمن. زين، كيف نكون نحن بهذا المستوى نكون شهداء على الناس؟ علينا، على هذه الأمة التي تدعي أنها الأمة المرحومة ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليها أن تراجع نفسها وأن تنظر إلى حالها، هي فعلا على هذا الطريق، طريق البذل والعطاء، وطريق التضحية والفداء، وطريق إعطاء كل ما يملك الإنسان من طاقة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيل. شنو فسيل؟ شنو؟ فرق نخل، مو؟ فرق نخل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيل،
وكان يقدر على ألا تقوم حتى يغرسه فليغرس. لا تخلي عندك طاقة تضيعها. القيامة قائمة. طبعا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أهوال القيامة. ها؟ أهوال القيامة بعد شنو؟ إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان، بالإضافة آيات كثيرة أهوال يوم القيامة. حتى أنه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. ولكن مع هذا يقول النبي إذا كان في يد أحدكم فسيل وهو يقدر على أن يغرسه قبل أن تقوم القيامة لا يهتم، لا يلتفت إلى ليغرس هذا الغرس هذا الفسيل. استنفذ كل ما عندك من طاقة، مت فارغا أي استنفذ كل ما عندك من طاقة ومن وسع. وهذه مدرسة الإمام الحسين عليه السلام. ماذا فعل الإمام الحسين؟ هل أبقى الحسين عليه السلام طاقة لم يستنفذها في ذلك اليوم؟ كل ما عنده من طاقات، من جهود، من إمكانات، من ممتلكات، عطاء لا يوصف ولا يضاهى. هذا العطاء الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بعطاء مثله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فجعل قبره محجا لقلوب المؤمنين. والآن الحمد لله أصبح ضريحه الطاهر المقدس محجا لقلوب الأحرار في العالم كله. والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم شنو؟ الرحمن ودا. زين إذا آمن وعمل الصالحات فما بالك بالحسين؟ بمقدار ما تقدم لله يعطيك الله. احنا بعض الأحيان يكون بعضهم يقول أنت بدل أن تدعو الله وقد لا يستجيب لك تقرب إلى الله وكن حبيبا إليه يعطيك ما تريد. مو إذا أنت تحب واحد ويطلب منك تطيله ما تطيه ما تمنع عنه شيء، مو صحيح؟ فإن أحبنا الله أعطانا لو ما أعطانا. ولذلك تجد أن الأنبياء سلام الله عليهم في القرآن أدعيتهم دائما مختزلة. مو ربي إني مسني الضر وأنت إيش صار؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به. كم كلمة قال لنا النبي؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سبع كلمات. مو لكن لأن الله يحب نبيه أيوب سوى بعد ربي إني مغلوب فانتصر. منو هذا؟ النبي نوح عليه السلام. شين صار؟ الله فنجيناه ومن معه في الفلك، مو هيك؟ وهكذا سائر الأنبياء. النبي زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك وليا يرثني. الطه ما يحتاج إلا إذا أحبنا الله أعطانا ما نريد. فبدل من أنه دائما نشغل أنفسنا بدعاء طويل قد لا يستجاب علينا أن نتقرب إلى الله لنكون أحباءه. إحنا من نقرأ الشهداء مع الحسين شو نقولهم؟ السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء يا أحباء الله، مو شي؟ إذن لنكون أحباء بكيف نكون؟ عندما نبذل لله كل ما في وسعنا. أما إذا ظلنا هيك، الإمام الحسين نرجع له بذل لله كل ما في فأعطاه الله حب المؤمنين وحب أحرار العالم. شوف اليوم في زواج زيارة الأربعين جاية إن شاء الله، وتشوف الملايين من الناس التي تهفو قلوبها، والحمد لله أصبحت هذه الدائرة تتسع وتتسع بفعل القنوات الإعلامية التي لها دور كبير في نشر ثورة الحسين ومظلومية الحسين والمعاني السامية التي استشهد الإمام الحسين عليه السلام من أجلها. بعد ما نطول عليكم، فالإمام الحسين عليه السلام ضحى بكل ما يملك من أجل هذا الدين ومن أجل هذه العقيدة ومن أجلنا ومن أجل الإنسانية كلها.
وقد ادخر الله سبحانه وتعالى واحدا من أبناء الإمام الحسين لكي يخلص الإنسانية كلها من الظلم الذي أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يخلص الإنسانية منه، ولكن مشيئة الله شاءت غير ذلك. نحن في هذه الليلة نتوجه إلى إمامنا صاحب العصر والزمان، نستنهض همته قل مولانا يا بقية الله صلوات الله عليك وعلى آبائك، إلى متى قعودك عن نصرة جدك الحسين؟ إلى متى قعودك عن أخذ ثأر الحسين؟ احنا هم نقول مولانا ندري قضية مو يمك، ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى بأن يعجل لك الفرج حتى تفرج عنا وعن جميع المظلومين. قوم انهض يا سيف الله مولانا يا بقية الله، قوم انهض يا سيف الله واطلب ثار ركن الدين يا أبا عبد الله. يا كربلاء الخلات زينب بس تجرونين، ايش خلت كربلاء بقلب زينب؟ قوم انهض يا سيف الله واطلب ثار ركن الدين. يا كربلاء الخلات زينب بس تجرونين، صعب على قلب مولانا صاحب الزمان أن يسمع بمأساة عمته زينب. ما تنسى يا أبو صالح مصيبتها وتسي للعين، جدك ذبحة العدوان أي مفطور القلب عطشان. مولاي يا بقية الله أنت أدرى بنا بما وقع في كربلاء، ولكن نحن نذكرك. أي جدك ذبحة العدوان مفطور القلب عطشان، وبعد تريد مولاي أو جسمه رضة الفرسان، والله جسمه رضة الفرسان، الفرات بجانبه ويموت ضامي وما شرب ماي. وحسينا وعطشانا الفرات بجانبه ويموت ضامي وما شرب ماي. بعد مولاي تريد واخوته مطرحه كلها، واخوته مطرحه كلها على يسراه ويمينه، حتى الطفيل عبد الله النبلة حزت وتينا. ولذلك تقول الروايات أن الإمام بقية الله في أرضه عندما يخرج يخرج طفل الرضيع من قبر الحسين ويقول إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الرضيع، حتى الطفل عبد الله النبلة يا حزت وتينا. وابو فاضل عضيد حسين راحت بالسمعن، وعباسة وابو فاضل عضيد حسين راحت بالسهم عيني، راس انفضخ بالعمود
من نقاط عين زنود جنب العلقم ممدود يا المهدي وتدري ايش صار بعيال بعداي يا المهدي وتدري ايش صار بعيال بعداي أتدري ماذا فعلوا؟ أخذوا زينب مسبية مع سائر عيال الحسين تلتفت إلى قبر الحسين وإلى عفواً إلى جسد الحسين إلى جسد أبي الفضل العباس بيت الدعاء قل أخويا تنهى ما تريح الأخوة علي ما تريح الأخوة علي تنهى ياب والمثل إخوتها يكون تنهى ياب ترضى القوم يا عباس تنهى ياب إخيامي وتسلب هدوم العليا يا إخيامي وتسلب هدوم بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيعا يا الله نسألك ونتوسل إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وجدته وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه وبالمستشهدين بين يديه أن تعجل فرج الطالب بثأر الحسين وتفرج به عنا فرجا عاجلا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله يطيب أسمعكم إن شاء الله يحفظكم بارك الله سيد عمد تفضل سيدنا من المحسنين بارك الله نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد يا حسين ومصعب يا حسين ومصعب لجل العين سيد شعب يا حسين المصاب يا ابن أمي وصبي عيني يا حسين المصاب حاشاك لن يوم الوعد تنساني يا ابن امي
يصبع عيني روح بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزية روح بيها اسمي بلكن يصبح بسجل الزكية وحضره وياي الخدم كل قلب شايل ألم حسين حسين صلى على محمد وآل محمد روحي بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزية روحي بيها اسمي بل كان يصبح بسجل الزكية روحي بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزية روحي بيها اسمي بل كان يصبح بسجل الزكية الله وحضره وياي الخدم كل محب شايل الم وحضره وياي الخدم كل محب شايل الم حسين 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 روحي بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزي الله روحي بيها اسمي بل كان يصبح بسجل الزكية بعد أعلى روحي بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزي اي والله روحي بيها اسمي بل كان يصبح بسجل الزكية وحضره وياي الخدم كل محب شايل الم وحضره وياي الخدم كل محب شايل الم حسين 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 صيح خدمتي حسين تترسي العين ألفهن يا للخدم من صافيني يصير قدوة وقلبه يهوى الناس كلها وما يفرق للمنية روحي أنصح بالأول عالخدامة هاي نعمة وملتمس من هالكرامة روحي أنصح بالأول عالخدامة هاي نعمة وملتمس من هالكرامة وانتو يا خدام الحسين النشامة الله وانتو يا خدام الله لا حد يفرط بهالخدمة الإمامة لا حد يفرط بهالخدمة هاي نعمة وبالشكر يا ناس تبقى النعمة والدوم هاي نعمة وندعي من الله نظل نخدم المظلوم هاي نعمة وبالشكر يا ناس تبقى النعمة والدوم الله هاي نعمة
وندعي من الله نظل نخدم المظلوم خدمة ما بيها ندم وحضرة وياي الخدم خدمة ما بيها ندم وحضرة وياي الخدم حسين حسين صيح آه حسين حسين آه روحي بيها هالمجالس إيه وين صوتك فدون اشمي أولاد علي روحي بيها هالمجالس واخدمانا بكل عزي روحي روحي بيها اسمي اسمي بل كان يصبح بسجل الزكي الله وحضرة ويانا الخدم وحضرة وياي الخدم حسين 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 لخادم الحسين محمود هادي العقابي خدمة حسين تترسل عن ألف يا للخدم من صافنية يصير قدوة وقلبه يهوى الناس كلها وما يفرق للمنية روحي أنصح بالأول عالخدامة هاي نعمة وملتمس من هالكرامة وانتو يا خدام الحسين النشامة لحد يفرط بهالخدمة الإمامة هاي نعمة وبالشكر يا ناس تبقى النعمة والدوم هاي نعمة وندعي من الله نظل نخدم المظلوم خدمة ما بيها ندم وحضرة وياي الخدم خدمة ما بيها ندم وحضرة حسين حسين صيح فدوة حسين حسين هاي الله الله روحي بيها اسمي بل كان يصبح بسجل بعد وحده روحي بي احفظ فدوى روح لك المجالس وقت ما نبكي العزية روحي بيها اسمي بالجن يصبح بسجل الزجية ها وحضرة وياي ارفع ايدك فدوى وحضرة وياي الخدم حسين 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 آه كل الأملاك تحضر هناك على باب حسين تطلب رحمة منا بدمع العيون من يحضرون بالأرض وبكربلاء عدنا أحلى جنة كل الأملاك تحضر هناك كل الأملاك تحضر هناك على باب حسين تطلب رحمة منا بدمع العيون من يحضرون بالأرض وبكربلاء عدنا أحلى جنة
الخادمة جبريل احنا نصير خدام، فضل الله يرد علينا الخدمة كل عام، الخادمة جبريل احنا نصير خدام، فضل الله يرد علينا الخدمة كل عام، بخدمة العطشان ناس محزم أحزام، بخدمة العطشان ناس محزم أحزام، والفين يا للي يصيح حسين للطام، والفين يا للي يصيح لحسين للطام، يدك صدره وياخذ اللي يريده ويحصل ثوابه، يدك صدره حسين ما رد له واحد دق له بابه، ينطي من شاف النعم وحضره وياي الخدم، ينطي من شاف النعم وحضره وياي الخدم، حسين حسين صيح حسين حسين، روحي بي في دور روح لك صيح، روحي بيها روحي بيها، اسمي بلكان يصبح بسجل الزج، روحي 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 بيها، هالمجالس واختمانك العزية، روحي بيها اسمي بلكان يصبح بسجل الزجية، حضرة وياي الخدم كل قلب شاي، وحضرة وياي الخدم كل قلب شاي، حسين 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 حسين، تقضي لي السنين يا موالين بهالمجالس والدمع يجري على الخد، وهاي الدموع هي الشموع، والحزن بقلوبنا يبقى يتجدد، نقضي السنين يا موالين بهالمجالس والدمع يجري على الخد، وهاي الدموع هي الشموع، والحزن بقلوبنا يبقى يتجدد، الدمعة تبقى والحزن ما كحلى منا، والحزن لحسين اسمه ريح جنة، فن لي طيح دمعتي والله فن، فن لي طيح دمعتي والله فن، بس على حسين الدمع ينزل محنة، بس على حسين الدمع ينزل محنة، الدمعة ترخص من يمر اسمع له واصرخ يا حبيبي الله، الدمعة ترخص دمعة ترخص من يمر اسمع علي واصرخ حبيبي، الدمعة ترخص وعلى ابو السجاد ما بطلنا حيبي، ودمعتي الغيرة وهم وحضرة وياي الخدم، ودمعتي الغيرة وهم وحضرة حسين 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 حسين، روحي بيها هالمجالس وقت روحي بيها اسمي في الكنية،
الله روحي بيها وحضره ويان الخدم وكل قلب شايل الألم حسين حسين صيحوا وياي يا شهر الحزن والناح والحسرة هالليلة حزين هزي نبيش كبرى يا شهر الحزين والناح والحسرة هالليلة حزين هزي نبيش كبرى يا شهر الحزين زينب تهل العين من حضرة أميرة والزلم صابن تعالي للأسف ودعت أخاها حسين من عافي تعاري ودا مع الغبرة يا مظلوم يا سيء ها يا ماض خادم خادم شده شده ها يا مظلوم لخادم الحسين رياض رسل يا شهر الحزن زينب تهل العين من حضرة أميرة والزلم صابن تالي للأسف ودعت يا أبويا تالي للأسف ودعت أخوها حسين من عافي تعاري ودا مع الغبرة وولاه يا سيد ها يا ولاه ها يا شهر الحزن والدم عسيت شابه زين ابنا ديتك ويبنار لهابه بظهر مكسور يا حسين ومصا ظهر مكسور يا حسين هاب ظهر مكسور تاخذ من نخويا موه جت الزهرة وولاه يا سي ها وولاه ها يا شهر الحزين والناح والإحساس بيك شقد بجيت الطا متفاق الرأس فاق على الشريعة انطى تكل عباس طايح والعلم ظلمر مبكتره ولا يا صيح واو يا ها يا شهر الحزن عبد الله والأكبر أخذت اثنين مني من هلاك الطر من أمشي ظهر محني وقمت أعثر والمثلي بعد شيفي داك العمر وويلا هو ويلا ها يا شهر الحزن بيك الحزن دايم ما انصه مصابك والقلب هايم بعد شي تريد من انطه
حياتك القاسم بعد شترد من انطى تكل قاسم التارك بيه جرحه وتارك العبرة واويلا واويلا بيت الدعاء ها يا شهر الحزن ظل الفكر محتار بعد شنطك أكثر وبدليل النار بعد فقدي لعزاز انطيتك الأنصار حزنك بالقلب تارك ألف جمرة واو يا سيدي آه وويلاه يا سيدي صلوا على محمد وآل محمد. توجهوا لزيارة المولى أبي عبد الله عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة.